حكومة الغدير حكومة منهج، والعالم في هذا اليوم بل في كل يوم يحتاج إلى المنهج. ما هو المنهج؟ قضية المنهج من القضايا المهمة جدا، حتى في علم عندما تريدون أن تلجوا في ذاك العلم أول قضية قضية المنهج، من أوائل القضايا. ما هو المنهج؟ الغدير منهج في الفكر، الغدير منهج في العقيدة، الغدير منهج في الإدارة، الغدير منهج في السياسة، الغدير منهج في الاقتصاد، الغدير منهج في الاجتماع. وهذا المنهج، منهج الغدير، نحن نعتقد أنه إذا حكم العالم منهج الغدير، هذا المنهج يكفل للبشرية سعادتها في دنياها وآخرتها.